بشري بن طالب من وفد الأرض المحتلة، المشارك في المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير ساقي الحمراء وادي الذهب المنعقد في ولاية الداخلة بمخيمات العزة والكرامة. نحضر هون كيف تحضر يعني ممثلين عن مختلف يعني تواجدات أبناء الشعب الصحراوي. الأكيد أعلنها المحطة هي محطة مفصلية، والأكيد كذلك أعلنها يعني أعلن أبناء الشعب الصحراوي ممثلين مندوبية أبناء الشعب الصحراوي عبروا من خلالها عن وعي منقطع النظير، عن 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 تحملهم للمسؤولية ولهذه الأمانة. والأكيد أعلنوا يعني من خلال هذه يعني هذه فصول المؤتمر اللي تخطات هذه النقاشات هذه الندوات، أكيد أعلن الناس كاملة كانت مجمعة على على وحدة التصور، وحدة التوجه في مواصلة يعني الكفاح والنضال من أجل انتزاع الحق في الحرية والاستقلال وبسط السيادة. الصحراويين في هذه المحطة كانوا نموذج للديمقراطية، كانوا نموذج للوعي، كانوا نموذج للإصرار والعزم على كيف قلت يعني على مواصلة النضال وعلى التسامي على ذاك كامل اللي قد يعيق هذه المسيرة. أكيد كذلك عنهم من خلال هذه المحطة عبروا قبال عن زيف وطروحات وضعف الحرب النفسية اللي حاول الاحتلال أنه يخبط بها هذه المسيرة ويعرقلها بها. الصحراويين كانوا فوق ذا كامل، كانوا أكبر من ذا كامل، وكانوا يعني وكان الرد واضح على ذا كامل بأنه الصحراويين ما هو ليعيق حد ولا هو ليرجع حد عن ذاك اللي قايسين واللي هو يعني الاستقلال الوطني وبسط السيادة على كامل ربوع وتراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بأن مولي نجابر مع مؤسسة نشطاء مرة ثانية على هذه الأرض الطيبة، وأمانينا بأن نجابر معها ومع بقية الشعب الصحراوي فوق أرضنا حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، المجد والخلود للشهداء الأبرار. كوفد جاي من المناطق المحتلة قادم مخيمات العز والكرامة، مشاركتنا هون في المؤتمر 16 اللي يحمل شعار محمد خداد الحبيب، كأن لنا شرف كبير متواجدين ضريك في القاعة هون للتصويت على أمين العام، ونطلبوا عز وجل يجيبنا اللي فيه الخير إن شاء الله والسلامة، وينصر مقاتلينا إن شاء الله وكل الوطن أو الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، كمؤتمرين قادمين من الجزء المحتل من الوطن حضرنا باش نشاركوا بذل الاستحقاق الوطني اللي مر في أجواء تنظيمية رائعة وبكل شفافية. همنا ومرادنا ومبتغانا هو المضي شور الهدف المنشود اللي هو الحرية والاستقلال والحفاظ على اللحمة الوطنية في الجسم الوطني الصحراوي قاطبة، مع تصحيح مكامن الخلل والحفاظ على المنجزات لتحقيق هذا المبتغى. والحمد لله الحمد لله، هذا يفرح كل صديق وما يكدر ما هو على الاحتلال وعلى أزلام وكل الوطن والشهادة.